وصل صوتك. جات فترة الدنيا تقطعت، الدنيا غليت، الماء ما فماش، الحليب ما فماش، ويقولون يهزوا فيهم المعامل، معناتها خاطر بزيد دينار ولا بزيد 100 فرنك يهزوا فيهم ليبيا، يهزوا فيهم ليبيا. واحنا نسألوا كيفاش كوي من كبار يبدأوا ماشيين جايين على ليبيا وتجارة غير شرعية، ومعناتها حتى حد ما هو فيق بهم. حكينا على الفترة ذيك اللي وصلت وزارة التجارة انه الامور خرجت من ايديها، معناتها تشوف في الدنيا كل مقطوعة وما تنجم تتحكم في حد شيء. بارك الله فيك. بالنسبة لارتفاع الأسعار، صحيح السبب من الأسباب نتاعو هي هذه الخروج البضائع بصفة غير قانونية للأقطار المجاورة، معناها كما القطر الليبي والقطر الجزائري. الفترة بدأت الحق من عام الأول مش من السنة، ولو أنه التهريب هذه معناها من قديم، عشان ما يرجعش ل 2010 ولا 2011، معناها حتى من 2006 وقبل، معناها ظاهرة عالمية خروج بضائع من دولة لدولة، معناها ترجع على إذا كان ثم اختلاف في الأسعار بالطبيعة، إذا كان كل واحد مضى به يلوج على الربح. تبقى التهريب في حد ذاته هي الظاهرة، هذه ظاهرة تفشت في الفترة الأخيرة، وهي تبقى ديما معناها مخالفة ديوانية أكثر منها مخالفة تجارية. علاش مخالفة ديوانية؟ خاطر هي التهريب وين مش يتم على مستوى المناطق الحدودية، هذيك وين تعرف المنتوج فعلا مهرب خرج من هنا، مثال من وسط العاصمة والمناطق اللي الانتاج وهو ماشي في الطريق، بالطبيعة تبقى الامكانية صعيبة باش تحدد وجهته. وقت يوصل المناطق الحدودية، وقتها الزملاء على مستوى المناطق الحدودية كسواء ديواننا ولا امن ولا جيش، وقت يثبتوا من المنتوج اذا كان خاضع التراخيص يلزم يستظهر بالتراخيص، اذا كان مش خاضع التراخيص ومنتجات معناها حرة على مستوى التوريزم على الاقل عنده مستندات شراء. واضح. في الفترة هذيك بطبيعة ظهرت التهريب، ومعنا تبقى ديما وزارة التجارة بالتنسيق مع المصالح هذه. انتم مسؤوليتكم عند معناتها حتى في توعية معناتها مولى المعمل اللي مثلا يوفر في دباب زميل تونس على 200 فرنك زايدة، ما في بالوش اللي عنده مهمة إنسانية، مهمة وطنية قبل ما يكون ربح، ما يهموش في توينس يموتوش بشر بزيد 100 يبعثها ليبيا. معناتها هذايا ممكن انتوا علاقتكم مع التجار اكثر منها معناتها والمصانع، هي كي توصل للحدود لحكايه اخرى تولي على مستوى المناطق الانتاج. بالحق هو الوعي نتاع التاجر نتاع المواطن هذيك من اهم الاسباب نتاع التصدي. تبقى في غياب بعض معناها الامن نتاع بعض الاشخاص، ما نحكيش انا على المصانع ولا على التجار، خاطر المصنع ولا الشركه المنتجه وقت اللي معناها يتقدم لها تاجر باش يشري بضاعة بقطع النظر على المصدر نتاعها، هي مش بيعه بالسعر كاين، معناها اذا كان موجه للسوق الداخلية وللسوق الخارجية المصنع مش يبيعه بنفس السعر، خاصة وكنا نحكي على المواد المدعمة كيلو مقرونة يتبيع بنفس السعر. اذا كان يبقى التصدير معناها قانوني، وقتها قيمة الدعم تولي تحسب بسعر الشراء، هم بالعكس وقت هو يدعم ويصدر بصفة غير قانونية. بالضبط، هو المصنع وقت يبيعه على أساس موجه للسوق الداخلية. لكن هي المشكلة وين الوعي؟ الوعي في اللي شاريه مش في اللي بيعه، الشاريه السيد اللي شاريه على أساس وقت يأخذ الكمية باش يهز مثال يقول لك المدنين، وقت يس مدنين وقت يحول الوجهة متاعها المناطق معناها الخارج مدنين. أي حتى المعامل يبدو في بالهم ساعات ثم معامل مش ليك مثلا مش لا ثم معامل ما نحكيك أنا على كيفاش قاعد يتم في أغلب الحالات. في أغلب الحالات واضح. سي عبد القادر، نحب نعرف لهنا معناتها في الفترة ذيك معناتها كيفاش معناتها كوي من كبار معناتها بالحجم ذاك ويتعدى، معناتها لا عنده لا ترخيص لا شيء ويتعدى ويمشي ليبيا ولا يجيو كوي من ليبيا يعبيو ويمشيو، معناتها وقت الدنيا خايضة ما عندكمش إمكانيات، معناها شنو اللي صاير بالضبط؟ وسامحني باش نذكر اللي بعد الثورة التونسية مباشرة معناها صار كما صار انفلات أمني صار انفلات جمركي. برشا ناس استغلت الفترة هذيك معناها باش خاصة بعد مباشرة في شهر فيفري وقت انطلقت الثورة الليبية، عملية التزويد نتاع السوق الليبية، عملية التزويد وقفت معناها من الناحية القانونية بالسلطات الليبية، ولاو التوانسة بعض سكان الحدود معناها استغلوا الفرصة باش يزودوا السوق الليبية من المواد الغذائية التونسية، من الماء والحليب والعجين والخضروات واللحوم وكل شيء. العمليات تفاقمت لدرجة كبيرة، ولات معناها بشكل مهول على مستوى الحدود، على مستوى المعبر المنفذ الحدودي نتاع راس الجدير، معناها مش نحكيه في الواقع، على مستوى المنفذ الحدودي العوان موجودين مدعمين بالزملاء من الحرس، مدعمين بالجيش، مدعمين بشرطة الحدود، لكن قاعدة تقع عملية معناها براتيكمون ضغط كبير
يتلموا مجموعات كبيرة بالمئتين بالثلاثمائة شخص معنا العوان متعرضين للتهديدات متعرضين لكذا بارفورس وصلوا عادة وما لكن ما القريصة قاعدين نشدوا وقاعدين نحجزوا ودرنا يرموا عملنا إجراء جديد جينا حوالي نقطة 14 كيلومتر لراس جدير عملنا نقطة مراقبة معنا حازمة معنا حطينا فيها معنا الجيش معنا الحرس والديوانة وقفنا لهم لكن ما القريصة معنا المنطقة صحراوية ولا يكون تورنيو معناها المغربين اما يكون تورنيو النقطه اما كميه المواد المدعمه اللي قاعده تخرج في الفتره الاخيره قلت ياسر ياسر ايش معناتها فسر لي جوست تقصد معناتها انفلات جمركي تو انفلات امني نعرفه يستحقوا البوليسيه نهار كل خايده كذا نقصوا اما جمارك ما عندكم شنو معناتها شنو اللي خلى يصير انفلات الانفلات معناتها مش ما استحقكمش تعزيزات البلاصه ولا البلاصه انتم معناتها بلاصتكم كان الحدود ولا لا مش كان الحدود يعني عندنا بالنسبه الفرق الحرس الديواني عندنا فرق حدوديه مثال على الحدود الليبيه اللي طولها 459 كيلومتر اللي اترسمت عام 1910 459 كيلومتر عندنا ثلاثه فرق حدوديه فرق متقدمه هذه الصحراويه اي على 1000 معناها حكايه تكون 60 عون و 1399 عون في عندنا مراكز حدوديه في فرق حدوديه اخرى على الحدود الجزائريه والبقيه منتشرين داخل الولايات معنا في كل ولايه عندنا فرقه حراسه وتفتيشات معنا كيما نقاوموا في التهريب على الحد نقاوموا في التهريب داخل الجمهوريه اخي قداش من عون على 459 كيلومتر حكيت في 60 هكاك 60 كهو 60 كهو هذوما عوان الحرس الديواني المكلفين مكافحه التهريب على الحدود مش شويه ولا ليه معنا. لا عندنا مراكز معناها تو فين تلقى فرقه نتاع حرس ديواني تلقى فرقه نتاع حرس وطني فوالا كيف يدعمونا في فوالا احنا نحكيو على ملف التهريب توا على الخروج من تونس نذكروا كل فتره اللي الدنيا خاضت فيها معناتها ونقص الماء ونقص الحليب ونقص الدنيا الكل يقولوا قاعد يمشي ليبيا قاعد يمشي للجزائر هاك سي عبد القادر التيمومي انت من وزاره التجاره يظهر لي قاعد تتعلم معايا في الحكايه خاطر مثلا على حدود ليبيا 459 كيلومتر 60 واحد باش يقول لنا السيد الرائد مختار العفيف رئيس اداره باداره الحدود البريه باش يعطينا معلومات اكثر على الحدود وعلى دور معناتها الاداره العامه للحرس الوطني في دعم الحرس الديواني باش يحاولوا يوقفوا من عمليه التهريب. شكرا على الاستضافه. به في البدايه حبيت نعطي بسطه على انتشار الوحدات الحدوديه البريه على طول الشريط الحدودي التونسي البري سواء على شريط الحدودي المتاخم للقطر الجزائري او القطر الليبي. عندنا 1764 كيلومتر حدود بريه. منتشرة فيها عنا ثلاثة أحزمة كحدود برية. الحزام الأول هو المتاخم مباشرة على رسم الحد. عنا مراكز حدودية متقدمة. من الشمال للجنوب. هذوكم الاخطر. هذوكم في الواجهة. الواجهة. بالنسبة للحزام الثاني عنا فرق قارة فرق. المراكز تبع فرق. وفي حزام ثالث عنا فرق متنقلة. معناها هي تسد الشغور بين المراكز والفرق القارة كان فما فيت ولا كان فما نقاط سوداء أنه الفرق المتنقلة هذه تقوم بسدك الشغور هذيك نظرا أنه فما برشة صعوبات نواجهه فيها في العمل اليومي نتاعنا من بين هي صعوبات طبيعية عنا معناها تضاريس مختلفة من الشمال الجنوب من الجبال الغابات سهول صحاري يعني مش كل امكانيات سيد رايد خاطر تضاريس تونس سامكم مش خايبه برشا معناتها الامكانيات الكوين من الطيارات معناتها الاستكشاف كذا عندنا نقص كبير في الوسائل العمل وسائل العمل بينها اول حاجه ابسط حاجه هي السيارات عندنا الوحدات نتاعنا المراكز المتقدمه تفتقر للسياره بون تلقى في الفرقه زوز سيارات معناها وعندنا خدمات اخرى نحن عملنا امني اكثر من معناها تامين الشريط الحدودي من الاجتياز من التهريب وش ساعات كما قلت لك معناها مرجع النظر كل وحده امنيه ما تنجمش انت بالامكانيات العاديه باش تغطي مثلا تو مرجع مركز حدودي متقدم مرجع في الشمال هذا مرجع النظر نتاعه 14 معدل 14 كيلومتر بالامكانيات البشريه باش تغطي انت 14 كيلو مسافات طويله وتضاريس على ساقيهم على ساقيهم يخدموا دوريات في النهار وكمان في الليل في الجبال وفي قساوه الطبيعه في الشتاء وفي الصيف في البرد في السخانه معناها والمهربين هذوم يستغلوا الظروف الطبيعيه والظروف التضاريس دونك وهذاك الكل
قاعدين نسجلوا في نتائج معناها تذكر في هو معناتها توكي تقولوا لنا كذا وكمان ودنيا ودوريات ومعناتها شيء يقول لك كميونه كبيره هكا معبيه وتبدا ودنيا وتتعدى نورمال ما يشوفها حد. لكن بين المشاكل الثانية صعوبات المهنيه فما صعوبات تقنيه كما قلت لك الوسائل معناها وفما حتى وسائل الاتصال تو في الصحراء في الجنوب معناها المسافات بعيده بين الوحدات الاتصال ما تنجمش حق الاتصال لا بالأجهزة ولا بالهواتف النقال والمهربين يستعملوك في شفرات تاع الدول المجاورة معناها هو الكوميونيكاسيون موجودة ولا عن طريق ثريا معناها معناها هما متمكنين عندهم وسائل خير من الوحدات اللي تخدم على بالامكانيات الموجودة حاليا يمكن تعملوا دوبلي فور ممكن انتم تخدموا ليل ونهار اما امكانيه التهريب موجوده ومحلوله معناتها بالامكانيات الموجوده حاليا حتى شيء ما نجم يقول ان وزاره التجاره نجم مورها تتفرهد معها لا برغم الامكانيات المحدوده معناتها كيما جوالات تقول لك نلعبوا بالقلايب انتم تخدموا بالقلايب اما اكثر من قلايب يلزم فلوس وامكانيات وعباد جدد يلزم الدعم بالامكانيات المعدات بالاعوان بتحسين التكوين السيارات كان لزم حتى طيارات الاستكشاف توفيرها الحرس والديوان شنو كان لزم صار ما عندكمش طيارات ما عندناش طيارات نص نهار نعملوا طيارات معناها الطيارات باش تسهل العمليه بسهوله كبيره ما تطلع فوق الصحراء 459 كيلومتر تنجم رقبهم في نص ساعه. بالنسبه للطيارات عندنا برنامج نحن والجيش الوطني برنامج دوريات يوميا على طول الشريط الحدودي دوريات امنيه معناها تخرج دوريه مشتركه بين الحرس والجيش قطاعات معينة أما جيت فترة وقت كليت بعضها الدنيا الجيش يولي ليه ما عادش متفرغ لكم بطريقة المشكلة أنه تو الاعتصامات والمشاكل هذية نسبة كبيرة من أعوان الأمن لهين في الشغب المهربين يستغلوا هك الفراغ يظهر لي الحرس ديوني يلزم ممكنيات ذاتية وحده معناتها باش ما يقعدش يستنى في تعزيزات ولا غيره معناتها بالرغم من الإمكانيات المحدودة أنا حبيت نعطي فكرة على المحفوظات مثال في التريميس هذه الأولانية متاع 2012 حتى لليوم حتى الـ 24 أفريل معنا قيمة المحجوزات الفعلية 41 مليار و 435 مليون و 323 دينار في قديش ثلاثة شهور؟ في ثلاثة شهور جان في 2012 فيفري مارس حتى الـ 24 41 مليار هاي به عنا هذوما معناها البضائع بجميع أنواعها بالنسبة ركزنا زاد في الفترة الأخرانية لحكاية ظاهرة المحروقات خاطر الغرفه نتاع بيع المحروقات معناها تشكيت النقابه حكيت الكيوسك برشا الكيوسك سكروا في بصراحه هذه معناتها خليوا هذوما ما تكبسوش عليهم برشا خاطر باهي معناتها للزوالي بصراحه ليسونس غلاء ويمشي تو في فرنسا ليسونس رخصوا فيه خاطر رخص الدنيا في تونس ما يرخصوش دونك خويا هذه يظهر لي حتى عائلات ما فما حاجه فما نوع من التهريب القانوني بصراحه يعيشوا بها عائلات والدنيا ليسونس نسيناو في المحروقات كانت قبل محدوده كانت سفري مورد رزق بالنسبه للمتسكنين تاع الاشرطه الحدوديه معناها على الحد برك تلقاها مثال بنغردان انه دي باس با بنغردان لكن تو ولينا في قلب اريانا في قلب العاصمه في قلب سوسه في المستير تلقى دي بوان دو فونت نتاع ليسونس اولا ياثر على الناحيه الجماليه نتاع المدن اختار الريسك على صحه الموت وفوق هذا الليسونس والمازوت مغشوش يصبوا فيه الجفر يصبوا فيه الماء يصبوا فيه تو برودوي وعلى اثر حتى على الماكينه على الكراهب وعلى على برشا حاجات بون حبيت نعطي فكره عام 2011 شدينا 149112 برغم على الانفلات 2011 صعيبه شويه في جانفي من جانفي حتى لليوم 316000 166 لتر معنا عام كامل شدينا 149112 من جانفي تو شدينا 316000 ما شنو التهريب كثر ولا انتم معناتها الدنيا راضت شويه وليتوا مركزين في الخدمه معناتها اولا الدنيا راضت شويه بدينا نرجع قوه في الخدمه والتهريب كثر باش نقولوا له مش موجود معناتها تو انت تخرج من هنا من تونس خذ طريق منوبة تلقى دو تروا بوان اي معناتها هو تو فما قاعدة في العالم الكل يقول لك مثلا اذا شديتوا 10 مثلا 10 فانه اللي يتعدى 20 معناتها معروفة معناتها انه مادام شديتوا كيك سيكو التهريب كثر برشا معناتها لا مش ما تنجموش تشدوا كل شيء مش بالضرورة الفترة الأخرانية أطلقنا حملة وطنية كما قال الراجل ما كومش الشمس باش تضويوا على أكيد أكيد ديما يبقى التهريب موجود والتهريب اللي خلقه الإنسان موجود واضح أما كيفاش يولي معناتها هو التونسي خايف ليولي التهريب معناتها عيناني معناتها كل الناس واضح بهتين قبل نسمعوا هذوكم ترابل سي دخلوا في الكونتينر هذوكم ترابل سي ما يمسهم حد الكل يبداو في الشارع يبيعوا كنصب
بكذا. اليوم ما تبدل حتى شيء، بل كثرت وصار برشة تنوع من البنان للبيستاش للألعاب للبرفانات، كل شيء قاعد يوصل. ويقول لك البلدية والوزارة التجارة زعام فك الزوالي مسكين اللي بعشرة آلاف قاضي وبيع فيهم ومسيبة منين قاعدين يدخلوا التجارة الموازية هذية، هل هو حاجة ما غير حلول وشكون يقفرها؟ أولا ساعة التهريب إضافة للصعوبات اللي ذكروها الزملاء من الديوان ومن الحرس تو في الوقت الحاضر، معناها الخطة اللي يمكن مش نجم نعاونوا بها شوية على خاطر الظهر بالكشف اللي على مستوى الحدود صعيب ياسر باش نجم حتى تحكم فيه، باش تقوم معناها مراقبة على مستوى مناطق إنتاج. إيش معناها باش نرجع الكم على مستوى مناطق إنتاج واللي السلع من تخرج منها في إطار معناها في رق أعمال مشتركة نجم تثبت الوجهة نتاعها وبعد تبع الوجهة نتاعها، خاطر إذا كانت جمعوا الكل وصل مناطق حدودية تولي صعوبة باش نجم تمنعها. هذه مخصص تهريب معناها بتاتر الإجراء اسمت نجمو تعملوا جي بي اس في إطار معناها العمل نتاعنا نحب معناها على مستوى مناطق إنتاج وبعد في إطار اللي جانا نشوف الحلول كيف تتم عملية تعاونوا شوية تخفوا الضغط شوية على الديوانة والحرس لا ودين بالتنسيق معهم خاطر احنا ما تعرف الطرق خلينا نوقفوا لا كاميون ولا حتى شيء معناها هما اللي بالنسبة للدخول بالنسبة للتجارة الموازية التجارة الموازية هي بطبيعة البضائع اللي موجودة في تونس المصدرها هل المناطق البلدان المجاورة ثم فيها عدة أسباب. السبب هو التوريد كما ثم تهريب عشوائي ثم توريز اللي تم على حبر مناطق حدودية سلعة داخل وسلعة خارج كما مثال التفاح والبنان هذه السلعة الجينة من برا والدخان والمحروقات الكل الجينة توريد عشوائي. تبقى المواد الأخرى التجميل وحتى المواد التجميل المواد هذه الجينة من دول كما الجزائر خاطر غادي ثم بضايع يعني عندنا مواصفات تونسية محددة إذا كان جي هنا لتونس بالطرق القانونية ما تقبلهاش تونس تدخل فيما في دول أخرى من تولي بسعر أقل بطبيعة كل تاجر يلقى السعر متاعه أقل يولي يجيبه هنا بالطريقة العشوائية. تو إذا كان مش نرجع معناها تقول قبل الترابلسية أو ما عادوش الترابلسية دونك التجارة الموازية مش تقطع. هي صحيح قبل كانت الشركات اللي تورد كانت الشركات اللي تورد وراها يمكن ناس كيما هكا وراها معناها الترابلسية وراها غيرها لكن الشركات قديم موجودة الطبيعة موجودة معناها العقلية متاع التوريد بصفة غير قانونية موجودة. كيفاش موجوده معناها حتى لي ديكلاراسيون نتاع وقت اللي يعمل تصريح ديواني هو كيفاش تتم العمليه ما تجيب سلعه من برا عندك تصريح ديواني تصريح الديواني كي نقولوا الزملاء في الديوانه ناقصي معناها الامكانيات الماديه مثل ما السكانه باش نثبت يصرح لك على منتوج يطلع فيه منتوج اخر المنتوجات هذه نتاع التوريد العشوائي دي موجوده الكميات هي تبقى المشكله في التوزيع نتاعها التوزيع نتاعها بالطبيعه بقطع عبر الطرق وعبر الانهر وعبر الشوارع هذيك كما تعرف ظاهر اجتماعي صحيح المنع فرد مرة مثلا ماش معناها مراقبتها بطريقة تهيئة أماكن لها دي متواصلة وهذه تعرف التجارة الموازية بدأت من عام 2005 2006 ما تنجمش تهيئ أماكن للسلعة مهربة لا السلعة المهربة هذيك حنو قلنا إذا كان مصدرها مهرب بطبيعة مش تطبق على قانون مهما يكون المصدر بتاعه أيوه واللي شيء اللي ينصبوا به كله مهرب فما ثم المهرب ثم في حتى منتجات تونسية لا اي منتوجه تونسيه اذا كان نحكوا على نحن مش نحكوا على التوريد هنا قلنا التوريد عشان يشتم اذا كان نحكوا على الانتصاب الانتصاب بطبيعه التوريد اكثر من هكا باش نحكي لك معناتها بالدرجه باش يحكيوا العباد يقول لك قبل كان منظم الشيء توا معناتها كثر معناتها قبل باش تدخل حاجه تمشي لشخص مدير ولا كذا وهو يرجل امور وتوا الناس الكل ولت معناتها ولت تطلب الناس الكل كثرت معناتها الحكايات والمشعل الفساد مازال يشعل معناتها اللي خليوها ترابلسيه اللي كانوا يفرضوا بسي في الديوان اللي يقول لا معناتها يتعاقب ولا يطير ولا شيء يصير له كيفاش الشيء هذا قاعد يدخل حبيت نوضح نقطه هنا مش كل المعروض في المارشي باراليل كما مصر بي ولا سيدي بومانديل بضائع مهربه لازم هنا النقطه نوضحها تصير عمليات التوريد نتاع البارفان نتاع السبيدريات نتاع الواحد تصير ريغلومونتير تتصبين ديكلاراسيون الزميل في التجاره قال ما عندناش سكانير بالعكس عندنا تو 14 جهاز تاع سكانير والسلعة هذه تتعدى على لابرات واحد اللي فيزيتي معناها يصير تفتيشها من طرف المتفقدين اللي يدرس الديكلاراسيون الدوغان بتاع الواحد بارتي هذه الموردة بطرق شرعية وتمشي سبيدريات الموجودة تمشي ياخذ فيها الدوكيمون 685 685 كذا بتاع معناها السلامة الصحية والسلامة الفنية بتاع المنتوج ولا بارفان ولا مواد تجميل ولا حاجة لكن هذا ما يمنعش انه في المارشي باراليل فما اون بارتي من البضائع المهربة نعطيك البضائع المهربة هذه ماهيش خاطر المواطن يشوفها موجودة يقول لك باقي داخلة من لابرات ومن المطارات سي با فري الكونتينر يدخلوا هذاك يتعدى من غادي لغادي لا باش نوفل باش نوضح لك بالضبط خاطر احنا إدارة مختصة في مكافحة التهريب ونتابعوا في الموضوع اللي كانوا قبل يهربوا
على الطرابلسية ولا غيرهم على بورترادس يزون غيروا الطريقة غيروا الأسلوب. كيفاش غيروه؟ ولا يهبط لك هنا كادرة مثال في رادس يعمل دوسي دو ترانزيت معناها عبور على أساس ديستيني ليبيا موجهة ليبيا يصير عملية العبور بطرق شرعية يصير بلومباج تصب ديكلاراسيون متاع عبور يتحط الضمان المالي البنكي وتمشي ليبيا اسكورتي معناها بعضهم مرافقة حتى لليبيا تفرغ غادي لكن هي ريال مود دي سيني مارشي تونيزيان تعاود تدخل عن طريق التهريب عن طريق الحدود كيف يعملوا فيها مع الجزائر يهبطوا في الجزائر ويدخلوا على الجبل يعملوا فيها مع ليبيا هذيك كي اللي مونت حاليا يصير المارشي باراليل اللي موجود في تونس هنا واللي موجود في برشا بقاع اللي سموه قبل سوق ليبيا ولا سيدي بومدي واحد هنا باش نوضحوا اللي راي عمليه المراقبه على بورترادس معناها عمليه مشدده كبيره برشا فما حاجه تدخل في بورترادس صاروا حالتين برك في الفتره الاخرانيه عمليات سرقة بتاع حاويات يجي للحاوية في البرت بطوات بعض الأطراف يصير السرقة بتاع الحاوية ويخرجوه شكونهم بعض الأطراف سيد العقيد بعض الأطراف من مختلف المصالح المعنية اللي موجودة في واضح معناته وشديناهم لا إيجا نقول لك راه الناس كل مش مليكة معناته يصير أنه موظف كما واحد متواطئ نعطيك عندك القضية الأولانية تم هذه نسموها بلغة الوحس يسموها تنطير نطر كادرة صارت عملية تنطير بتاع كادرة سبادريات متورط فيها عون من الديوان متورط فيها عون من الصام هذوما الزوج متورطين في الوحدة ومرة ثانية دورو مارك بتاع محركات سيارات كيف تشدوا متورط كيف يدخلوهم ويسرقوهم مش ما يخلصوش عليهم هكا مش ما يخلصش عليهم حتى يخرجوا في النوار عملية سرقة بالضبط اختلاس بضاعة تحت القيد الديواني اما باش تقول لي تو حاليا مازال مارشي باراليل اليمونتي من مينارادس ولا من حلق الواد ولا مطار تورس قرطاج دونك باش نوضح للعباد الطريقه معناتها جديده اللي تاقلموا بها انهم يجيو سلعه كانها ماشيه ليبيا ومن ليبيا تعاود ترجع بالجبل ولا متزاير تعاود ترجع بالفيو اللي هما حافظين الاسباس ويعرفوا النقائص نتاعكم ويعرفوا الشيء اللي منين ينجموا يتعدى منين ما ينجموش يتعدى. مختار العفيف رئيس إدارة بإدارة الحدود البرية الإدارة العامة للحرس الوطني. خلنا نحكيه على دونك السلعة هذه معناتها هل تأكد الكلام اللي قاله العقيد جمال شخاري مدير بإدارة الحرس الديواني أنه السلعة قاعدة تهرب تخرج مثلا تزيروا ليبيا تمشي تزيروا ليبيا بعد ترجع لتونس يعرفوا بنقاط الضعف متاعكم وحكيت السلاح اللي قالوا فك الفترة الخوذة دخل بارش سلاح وناس قالك تترين في جبولات وفما كما حتى قالها وزير الداخلية فما خطر كبير على تونس. شكرا. بالنسبة للتهريب البضائع من القطر الليبي في اتجاه تونس أنه توا على مستوى الطريق الوطني رقم واحد نشاهده في شاحنات كبيرة بلومبي من الديوانة وتخرج عبر نقطة العبور ثم سلع تدخل من الصحن في وقت ما كانت حتى السلطة الليبية ما عندهمش أمن على الحدود معناها نحن نواجهه في الثوار ونواجهه في المهربين تاعنا بالتنسيق هما مع الثوار معناها على أساس تو بداوا رجعوا تو السلطة الأمنية معناها الليبية وبداوا نسبيا يشدوا في الحدود نتاعهم ونقصت بدرجة كبيرة ياسر الحدود التهريب على مستوى الحدود الصحراوية. بالنسبة تهريب الأسلحة والتوابع نتاع الأسلحة صارت في وقتك الثورة الليبية معناها وقت معناها المجموعات الليبية كل دخلوا على طريق الحدود بصفة عشوائية وبدون مراقبة وقبلناهم كما هما دونك حتى كان بيصير فويت بيصير في اللحظة هذيك وقت اللي نحن نعانيه في وقت ما عناش انفلات أما ما نجموش نراقبوا ملايين من الأشخاص في نفس الوقت وفي جهات مختلفة وضبطنا نحن راوك حدود نحن غادي في التفتيش وفي عملية المراقبة يوميا تصير ما يدخلش واحد وضبطنا لحد الآن قاعدين نضبطوا معناها حتى على المواطنين الليبيين اللي يدخلوا بطريقة قانونية نفتشوا الكره بطريقة دقيقة تلقى عنده خرطوشة ولا ظرف ولا مخزن معناها قل لك راني خذيت تسلفت الكره بنت أخويا يخدم في معناها عن طريق ولا قل لك خايف مثنية لبركيوني قل لك لا ما هوش أسلحة ما توابع ذخيرة معناها حربة جهاز معناها توابع معناها تجهيزات عسكرية نقاط تفتيش معناها متعدة
على الشريط الحدودي في أحزمة الثانية والثالثة وحتى داخل الجمهورية، معناها ثم نقاط مراقبة حدودية في جهة جابس، وقاعدين نشدوا في معناها اللي نفتشوه واللي نضبطوه يتشد بعض، ما نجموش نفتشوا الطريق الوطنية رقم واحد تعدلك بالألف كره باش تفتش الف كره باش تفتش السيركيلاسيون. التفتيش هي بيدا معناتها تعتمد عملية على السونداج نعملوها والاختيار وحسب التجربة وحسب الخبرة نتاع العوام نتاعنا حسب اللي مربوط وحسب اللي ونركزوا على الجالي اللي بيل داخل تونس من ليبيا ان نفتشوا الكرهب الكل للتفادي مثل هذه التصرف تفادي. اما مثلا عملتم بعد ذاك الفتره نتاع الخوذه اللي قلت الدنيا معناتها قاعدين تعملوا في عمليه تمشيط وتثبت من معناتها اسكو سلاح دخل ما دخل، معناتها عندكم معلومات بالتعاون مع الادارات الاخرى ولا ما تعرفوش معناتها معناها تو المعطيات اللي تجي والاستعلامات والمعطيات اللي تجي ركزوا عليها امنيا كان ثبت انه فما رونسينيمون معناها باش تشوف كان ثبتت وفما معطيات انا قوه ديجا برشا صارت برشا مرات يجي يقول لك جماعه موجودين في جبل ونخرجوا بالاشتراك مع الجيش الوطني والامن الوطني ونطوقوا البلاصه هذيك ونمشطوا وما نلقاو حتى شيء أي أي ونجمو مش كل ما تلقاو سؤال معناتها سؤال بسيط مش كل ما تلقاو حكاية تعلنوها في الإعلام فما حاجات سرية زادة تصير معناتها ولا ليه؟ لا لا تو ما تخبى حد شيء لا سرية اللي حكيت أمن دولة حكيت ما تخوفوش العباد حكيت نعرفش لا لا ما يتخبى شيء ديجا المواطن هو اللي يعلم فينا في أمريكا ساعات يتخبى وحكيت ديجا المواطن هو اللي يعلم على الأشخاص هذوما ونحن معناها هذه أم البلاد أم تونس هذه الحمد لله فما كاركتير في المواطن هذا ينفعنا على الأخر لا هذه باهية هذه ميزة باهية والله باهية في المواطن يشك يكلمكم يشك أي حاجة يعلم معناتها ولاو توا حتى حوايج يتبيعوا حتى في بوتيكات ولا في بلايص رسميه معناتها شنو عامله الوزاره باش تحاول تحد ولا تقضي على حكايه كيما هذه باعتبار نقولوا فما حاجات قاعده تدخل هذيك هل الحل ديما في انه البياع هو اللي يتحمل مسؤوليه ولا كزوالي هو اللي يتحمل مسؤوليه ما تنجموش تنسقوا مع ادارات اخرى ما نعرفش انا كيفاش هو التنسيق لابد منه هو ما تعرف التجاره الموازيه هذه تاثر خاصه على معناها الشركات المنظمه وصحيح توا ثم منتوجات خاصه كما الملابس تتوزع وتجيب بطرق غير قانونيه كما يحكي السيد زميلنا من الديوانه في جميع الحالات معناها غير قانونيه نحن شنو مطالب التاجر اللي بيع فيه علاش قلت ديما يتحمل التاجر الاخراني احنا التاجر الاخراني اذا كان يعطينا مصدر الشراء راه مش نمشي لمصدر الشراء علاش نتبعوه اما اذا كان تتوجه له وتلقى عنده منتوجات مجهوله المصدر ومنتوجات مورده بطريقه غير قانونيه خاصه بالنسبه للمواد التجميل والمواد الغذائيه اللي هي معناها تسبب خطوره على المستهلك وما يعطيكش مصدر الشراء وقت هو يتحمل المسؤوليه ما يتحملهاش الجابه وقتاش ينجم هو يفيدنا وقت اللي يعطينا بالحق شكون معناها من عند شكون شراها حتى بالاسم احنا مرات نطلبوه ما نعطينا حتى اسمه مش بالاسم تعطينا فاتوره هو ما يستظهرش بالشيء هذا يقول لك خلت تحجز عندي انا كميه صغيره يحمي في مصدر رزقه معناتها ولكن هذه زلمه ما تنفيش رغم هذه بالطبيعه احنا نعرفوا ثم عندنا مصادر مع التنسيق مع السلطه هذه اذا كان معناها ثم مؤسسات كبيره قاعده توزد ولقينا حتى قبل تعرفوا في مناطق اللي فيها مخازن كبيره نتاع تجميع ومشينا وحجزنا الكميه هذه بالتنسيق مع الديوان ومع الامن معناها المخازن معروفه اذا كان نوصل معناها المخزن مهما وقت كان تفك في البريكيات في المواد التجميل المخازن مشغوله بقات على النظر شكون يجيبها الشخص هذاك اما اذا كان التاجر الاخراني يحب يعاوننا باش ما يتحملش المسؤوليه كامله ماذا بين يعطينا المصدر نتاع المنتوج نتاعه شنو عامله كخطه لوزاره التجاره للقضاء على حكايه هذه عندكم برنامج عندكم خطه بالنسبه للتهريب كما تعرف التهريب معناها القضاء عليه في الوقت الحاضر معناها لا 100% مستحيل 100% حتى بعد 100 سنه فوالا هي دار قديمه عندك لكن في اطار معناها الخطه الجديده كما قلنا نحكوا معناها على مستوى المناطق الحدوديه والتسبب اشكاليه خاصه كي تجمعوا غادي العرب معناها الشاحنات هذه على فوس قلنا نحن وتولي المراقبه على مستوى مناطق الانتاج صحيح الطريقه كيفاش توقع مراقبتها هذيك مشروع اجتماعات مع المعنيه تاع اليوم انكور الاجتماعات هذه باش نحطوا خطه كيفاش نراقبوا وكيفاش نعلموا خاطر انت كي معناها تلقى شاحنه محمله بالبطاطا ولا بالطماطم وتقول لك وجهتك تقول له ماشي مثال الجبس وانت مازلت هنا في مستير مش نجتمع باش نشوف الجبس لازم نثبت عليه انه مش الجبس هذيك الطريقه العمليه ان شاء الله معناها في اطار هالبرنامج هذا مع الديوان ومع الماليه ومع الامن مش توقع خطه وطنيه باش نشوفوا في التنسيق ما بيناتنا باش نعرفوا الوجه هذيك ما تخرجش لبرا تنقصك الساعه الكميه توصل الحدود اكبر عائق قدام معناتها قضاء شبه نهائي معناتها بنسبه كبيره على المهرب الحاجات المهربه الداخل والخارج هل هي تاهيل الاطار الديواني اللي برشا يقولوا مازال معناتها الديوانه معناتها في حاجه لتاهيل الاطارات في حاجه ولا
اكثر امكانيات واكثر افكتيف معناتها واكثر امكانيات يجيكم تاع مراقبه امكانيات عصريه خاطر يظهر لي اللي هربوا عندهم امكانيات عصريه اكثر منكم. صحيح بالضبط هو الاكبر العقل قاد صحيح الاولى ولا الثانيه لا باش نعطيك هذه بالضبط صحيح اللي الوضعيه الحاليه معناها من حيث المعدات والتجهيزات والافكتيف بتاع العوام ناقص ياسر معناها نحكي على اداره الحرس الديواني إذا باش نحبوا معناها نحدوا أكثر ما يمكن من ظاهرة التهريب هذه يلزمنا ندعموا الإدارة هذه بالمعدات والتجهيزات وعصرنة المعدات والتجهيزات ومزيد تأهيل معناها الأعوان والضباط اللي يخدموا في الإدارة هذه. والحاجة أخرى زادة هي المعركة زادة الواحد هي عقلية معناها تربيت في الفترة الأخرانية بعد الثورة بدأت نتجت على الانفلات الأمني هي التعرض والاعتداءات اللي تعرضوا لأعوان الديوان أثناء قيامهم بالمهام ديواني يعمل محضر مهدد بشكل تريحه باش يتحرق المقر بتاعه بارفوا باش تنقل محجوز تشد الدورية تبدأ 40 كيلومتر على المقر بتاعها باش ترجع المحجوز من نقطة الحجز حتى للمكان معناها مخزن الإيداع اللي موجود على ذمة القابض معناها صعوبات كبيرة هذا باش يكون عنده تأثير بشكل غير مباشر على الرنتابيليتي بتاع العون معناها سيبسيشيك يقول لك أنا باش نحجز محضر باش نبقى معنا نتمرمد عليه دو تروا فوا ثم العوان اللي تشد صحيح وثم اخوي اللي ينطق من جنب نكون واقعيين واحنا توانسه ونعرفوا بعضنا من هنا انا من المنبر هذا ندعو معناها المواطنين باش يفهموا عون الديوانة في قيامه وظيفته يفهموا عون الامن اثناء قيام وظيفته راهو ذاك انسان يقوم بواجبه راهو يحمي في اقتصاد البلاد ويحمي في جيب الزوالي كي يتعرض لك انت الكاميون مواد مدعمه خارج ماشي ليبيا راهو مش باش يروح بيه للدار راهو باش يعاون اقتصاد بلاده وباش يخلي الاسعار معناها كونستانت ما يتاثرش يجيب الموظف ويجيب معناها الانسان القليل ليبيا قادره باش تشري البطاطا وتشري الفلفل وتشري الحومات من جميع انحاء العالم عندها البترول احنا ما عندنا حتى شيء معناها كان النزيف هذا يتواصل تاع المواد المدعمه معناها راهو مش به اما سيد العقيد جميل شخري الجانب الاول معناتها اللي ما ذكرتوش كي نحكيو معناتها كلمات قاعده تقال الاغراءات كبيره هل قاعدين تعملوا في مراقبه على الاعوان اللي على عين المكان يقول لك كوي من تهز في عشرات الملايين ينجم معناتها ينجم يغري عون وعون يبدا مرمي في الشمس ظروفه صعيبه ينجم يتعاون معهم هل صارت حكايه هكا ولا هل تعملوا في المراقبه ولا لا ثم منظومة كاملة نتاع مراقبة أولا في على نطاق الإدارة العامة عندنا زوز أجهزة نتاع مراقبة إدارة تفقدية عامة ثم هذا مكتب الأمن الديواني وفوق هذا في نطاق إدارة الحرس الديواني كمصلحة وصلنا رؤساء الدوريات نحطوا في ضباط وثبت بالكاشف معناها حتى صارت عمليات مراقبة فجئية واحد اللي العوان بالعكس معناها المردود تحسن ياسر العقلية تحسنت ناس تخدم أرواحها ناس الريزيست إنه يشد لك محضر في قفصة ويهزي أمنه في توزر ولا يشد محضر في توزر ويهزي أمنه في قفص ولا يشد لك في النقطة 14 في رجدير بحجوز ويهزي أمنه في بنقردان معناها راهو يعكس الصورة أنه الديواني يخدم على روحه وما فماش المظاهر الحديث ياسر الكلام ياسر الاتهامات ياسر صحيح انه المواطن ما عادش متعاون معاكم ما عادش يسهل الحكايات ولا المواطن المذنب اللي تشدوه ردة فعله ولات عنيفة اكثر من اللازم هل صحيح انكم لاقين صعوبات في التعامل فما ناس عندها مصالح شخصية ومصالح ومعناها وانت الوحيد اللي باش تحدمك المصلحة نتاعه هذيك دونك باش يخزر لك منظار انك انت العدو نتاعه دونك باش تتعامل معه انت باش تطبق عليه القانون هو باش معناها باش يستعمل برشا طرق للهروب من أن التتبعات هذه وعلى سبيل المثال وكم تسمعوا انتم يوميا معناها تشد سيارة تهريب في نقطة ما يجمع معناها يرجع هو لبلاد معناها هذا لكن ما شدتوش في بلاده معناها في ولاية أخرى يرجع لبلاده ويجمع هروك المهربين وأقارب وأهليه ويضغطوا على السلطة الجهوية بتسكير الطرقات ولا بالتجمهر أمام المقرات الأمنية لا لشيء بتعلت أنه يزم يتسيبك الكره بذيك المحجوزة في نقطة والبارحة والزميل معناها سيد العقيد معناها البارح في قبلي جمهره قدام الديوان وحرقوا العجل على اساس باش يضغطوا يسيبوا كرهبه تحجزت في نقطه معينه معناها برشا وفما مشاكل اخرى ثاني وفيها في الدوريات نتاعنا مثلا عدم الامتثال لاشاره الوقوف والفرار تعطيه اشاره ما يقفش ليك ويدهم على العوان نتاعنا ويتعدى ولهنا فما برشا اجراءات معناها عواننا تو يتفاداو معناها برشا حوايج باش ما تصيرش حوادث ما تصيرش مشاكل انه كان عرفناها الكهرباء أنا خرجوا فيها برقية تفتيش
بعد تشد ونطبق عليها القانون. أما هما الأغلبية المهربين يعمل لك معناها يحجب الرقم نتاع الكهرباء وتحط البلار محجوب بالرؤية، معناها يستحيل باش تعرف هويتك السيارة هذيك. معناها كيما قلت لك معناها المواطنين على سكان الشريط الحدودي راهم معناها يمدوا لينا في يد مراهنا كحرس حدود نحكي لك، خاطر عندنا تجمعات سكنيه متاخمه للشريط الحدود التونسي ومقابلينهم مثلا في الجزائر معناها خاطر على الشريط الغربي، اما فما علاقه مصاهره فما علاقه قرابه معناها بين التوانسه. دونك كان نحن المواطن ما نستغلوش وباش يعاوننا في الامور الامنيه ومدنا بالمعلومه ولا باش تدخل اي حاجه باش تمس بامن البلاد، دونك ما نجموش نخدموا عندنا، مش ما عندناش الامكانيات باش نسكروها الحدود. هي امريكا والمكسيك وقوتها امريكا ما نجمش تسكرها تي ليه، مي حدود كبيره وجبولاتهم والدنيا مع حدودنا. اما المواطنين في في الامور الامنيه يمدوا لنا يد المساعده ويعطونا المعلومه ويتفاعلوا حتى معنا، اما تبقى امور التهريب هذيك يقول لك خبزتي اليوميه وما نجمش باش جوستومون. فما تهريب اللي يعيشوا منه عائلات وفما تهريب معناتها بين ظفرين نجموا نتسامحوا معاه شويه، معناتها كيما تقول لك كونسوماسيون هكا شويه سان شويه مش موافقني سيد العقيد. بالنسبة للتهريب قلت لك قبل سيفري كان مورد رزق لبعض العائلات اللي مساكنين على الشريط الحدودي، لكن الكميات اللي هربوا فيها ما عندهاش حتى تأثير على لكن طورت تكونت عصابات تهريب، معناها بارونات بتاع تهريب. من المواطن اللي موجود على الحد مسيكن يخدم باسور يجي باش يعدي كاميون ياخذ 70 دينار ياخذ فتفات معناتها مش هو المستفيد، المستفيدين الناس اخرى دي زرشي ملياردير من تهريب ليسانس من تهريب هذه المواد الغذائيه توت ارتيكل. هذا الاشكال نعني فيه. أنا حاسس أننا قاعدين في حلول ترقيعية في انتظار معناتها إرادة سياسية كبيرة ومعناتها أنه باش نلقاو حل للقضايا هذه ولا نحدوا منها أكثر ما يمكن، خاطر معناتها اللي يقول لك في تونس الحدود والدنيا ماهيش شكلي معقدة كما الجزائر ولا كما ليبيا ولا كما بلدان البر، ولكن قاعدة تصير شيء صحيح. هو الحد من الظاهرة تو أمر معناها الزمة، خاطر هو التهريب هذا راه ما يفيد حتى حد، حتى ترجف روحه ما يفيدوش. بقى إذا كان معناها مش شوف باش حد من التهريب يزن ثم برنامج تاع العمل قلت لك اللي تو هو موجود هي هالمراقبة على مستوى مناطق الإنتاج، والأخوة معناها الزملائنا من الديوان ومن الحرس معناها مع التكثيف العمل المراقبة. إذا نحكي على اللي خارج أي معناتها اللي باش يخرج هذا وضحتونا، بالنسبه اللي داخل زاد معناتها مع البياعة ما عندكمش حل اخر معناتها جوست مو بطبيعته مع اللي داخل. اذا كان السيد دخل من غير معناها كيما يحكي زميلنا من الديوان دخل وخرج معناها دخل ليبيا عاود خرج ولا توريد عشوائي معاش ولا توريد منظم، واذا كان ولا توريد عشوائي معناها بطبيعه مش تم بالطريقه اللي نتفاعلوا معها تو، معناها اذا عرفنا مصدر منتوش مش مصدر منتوج، اذا كان عرفنا مصدر منتوج بطبيعه مش حملها السيد اللي بيعها الاخراني. جاوبني قريت حتى على اتفاقيات تونس معناتها كلمه الجزائر وليبيا باش تتعاونوا في السيد العقيد. حبيت نقول اللي في المده الاخرى على مستوى رئاسه الحكومه تم تكوين معناها لجنه ازمه لمكافحه هذه ارتفاع الاسعار وظاهره التهريب. من جمله المقترحات اللي صارت انه باش يقع تفعيل اللي ثم اتفاقيات مكافحه التهريب موجوده قديمه مع السلطات الجزائريه والسلطات الليبيه. الوضعية الحالية انه تفعيلك الاتفاقية هذيك وباش يقع اتصالات على مستوى سلطة الاشراف مع السلطة تاع الجيران باش الليبية وما يقوموا بواجبهم بغات والجزائر يقوموا بواجبهم واحنا من هنا واضح.